خارج حدود الغلاف الجوي عوالم أخرى لا تزال قيد الاستكشاف. مع كل مسبار فضائي جديد اكتشاف للعالم الخارجي بكل تفاصيله وتضاريسه التي قد تلامس كوكبنا. فاليوم مع الاكتشافات الكونية، ماذا يمكن أن يقدم المسبار الفضائي باكتشافاته للبشرية؟ وهل يمكن أن تتحول بعثات الاستكشاف إلى رحلات لاكتشاف وجه آخر للكون؟ أكيد الإجابة على كل هالتساؤلات العلمية معنا بصباح نغير اليوم. محمد العصيري، رئيس الجمعية السورية للفلك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد زينب، صباح الخير فرح، يسعد صباحكم، صباح التفاؤل، صباح الخير بإذن الله تعالى. مثل ما تفضلتوا، يعني خارج غلاف الجوي للأرض في عوالم كثير حلوة إنه نستكشفها، واليوم نحن بتاريخ فاصل بموضوع علوم الفضاء والفلك، سواء كان إطلاق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من سنة لمسبارة لكويكب مينو على أن تأخذ عينات منه وتعود إلى الأرض، يعني بتصل عام 2018 وتعود إلى الأرض، وهذا إنجاز، حيكون إنجاز تاريخي، لأنه دائما المركبات والمسابر الفضائية تذهب ولا تعود، فهذا من المسابر الفضائية النادرة التي ستذهب وتعود. والحجة. وبنفس الوقت نحن على أبواب توديع أهم وأكثر المسابر الفضائية تكنولوجيا على الإطلاق، المسبار اللي بصدق شد عقول وعيون العلماء لمدة أكثر من 10 سنين، 13 سنة بالضبط، اللي هو مسبار كاسيني وابنه الحبيبة هويجنز اللي نزل على التابع تيتان. كاسيني اللي انطلق عام 2004 باتجاه كوكب زحل. يعني اليوم فرح زينب، إذا سئلت البشرية أنتوا وين وصلتوا؟ يعني أنتوا وين حطيتوا بصمتكم؟ اليوم بصمة الإنسان على تابع اسمه تيتان، قمر اسمه تيتان يدور حول كوكب زحل. تخيلوا على كوكب زحل 1500 مليون كيلومتر، يعني مليار ونص كيلومتر، وصل مسبار اسمه كاسيني يدور حول كوكب زحل. جزء من هذا المسبار كاسيني هويجنز نزل على تيتان، درس تيتان، أرسل لنا صور. ب 15 أيلول بعد كم يوم رح يرجع كاسيني لحضن الحبيب اللي تابعه لسنوات، لحضن زحل. رح يصطدم ويغرق كاسيني بغيوم زحل ليودع البشرية بعد عمل مضني. لما أطلقوا كاسيني كان العمل متوقع له 4 سنين. تخيلوا قديش السنوات اللي استمر بنشاط وما في لا كلل ولا ملل، دائما يوميا صور صور، اعطانا معلومات عن كوكب زحل وعن توابعه ما كنا نحلم فيها. يعود الفضل لكاسيني وهويجنز بانه نحن غيرنا اتجاهنا عن المريخ. دائما كنا نظن انه اذا بدنا نبحث عن الحياه المريخ هو المكان الافضل للحياه، اليوم ابدا لا، باي باي مريخ، ما عاد في مريخ هو المستقبل للحياه. اليوم الذي يمتلك خصائص استقبال الحياه هو تابع لزحل اسمه انسلادوس. الفضل لكاسيني. نعم، خلينا نعرف كمان شو قدمت هاي المسبارات الفضائية للبشرية لحد هاي اللحظة. كثير حلو فرح، نحن شو أهمية المسابير مثل ما تفضلتي؟ نحن بدل ما نرسل إنسان وقد لا يصل إلى الكوكب أو نعم. إلى المكان الهدف، نبعث جهاز آلي. قد ما كان الجهاز الآلي أوفر مادياً، أقل خطورة، ويمكن أنه يرسل الصور والمعلومات اللي ممكن يكون فيها الإنسان، وبالمستقبل ممكن بقى إذا أمننا أنه هذا المكان سليم نبعث الإنسان. نحن باستكشافنا للفضاء عم نستكشف حالنا، لأنه الأرض جزء من الفضاء، فنحن إذا بدنا نعرف شو إمكانيات الأرض، كيف ولدت الأرض، شو عندنا ثروات على الأرض، كيف فينا نحصل على ثروات من خارج الأرض، علينا استكشاف الفضاء. المسابر وظيفتها تدرس لنا الأماكن خارج الأرض، تشوف لنا وين مكامن الطاقة خارج الأرض اللي تؤمن الرفاهية للإنسان. على سبيل المثال كوكب المشتري. كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، يمتلك كم من الغاز الهيدروجين السائل أو ما يسمى الهيدروجين المعدني يكفي حاجة الأرض إلى أبد الآبدين من الطاقة. الهيدروجين المعدني لا يمكن تصنيعه الأرض. طيب نحن من وين بدنا نجيبه؟ إذا كان عندنا التقنية ممكن نجيبه من كوكب المشتري. اليوم مثلا القمر، اكتشف أن القمر يمتلك إمكانيات مائية كبيرة. المريخ ممكن يكون حقل زراعة على المستقبل، الأمن الغذائي للإنسان أو للبشرية يكون المريخ. طيب مين قالنا عن كل هالمعلومات؟ إنها المسابر الفضائية. المسابر الفضائية هي مرسال الإنسان إلى المجهول، إلى الأماكن اللي خارج غلافنا الجوي، لحتى يتعرف الإنسان على ماذا يوجد خارج غلافه الجوي. لما أنا أعرف شو في خارج غلافي الجوي، شو في بسقف بيتي، أنا عايش ببيت، أرضي هي الأرض وسقفي هي الفضاء، فأنا لازم أعرف شو في بسقفي لحتى أقدر استثمره الاستثمار الأمثل وحافظ على حياتي على الأرض. من أخطار ما يأتيني من هذا السقف،
أي من خارج الغلاف الجوي، هناك أخطار من الفضاء. طيب أنا شنو بدي أحمي حالي من أخطار الفضاء؟ بدي أدرسها. مسبار ناسا المهم يلي حيصل 2018 على أحد الكويكبات يلي هو يمثل تهديد للأرض، يعني هو من بين الكويكبات التي تدعى حزام أبولو يلي منها يرسل بعض الكويكبات التي تهدد الأرض، قد تصطدم بالأرض. الهدف من دراسة هذه الكويكبات ماذا تملك؟ كيف يمكن معالجتها؟ لا سمح الله إذا اتجه باتجاه الأرض شو فيني أعمل؟ فجره؟ لا. حول مساره؟ لا. شو الطريقة اللي اتفادى فيها ضربة هذا الكويكب؟ إذا مسابرنا هي مراسيل من البشرية إلى هذه الأماكن لفهمها، لمعرفة شو في أسرار فيها، وبالمقابل زيادة الوعي العلمي عنا. يعني دائما الفضاء والفلك هي التربة الخصبة سواء لخيالنا أو للتكنولوجيا البشرية أو للتقدم البشرية. يعني حكيت عن ضرورة أنه نعرف عوالم الفضاء، خلينا نحكي كمان دكتور عن تكاليف الباهظة للمسابر، أو مثل ما قلت حضرتك أنه هي يمكن مرسال لنكتشف عالم الفضاء. هل في تعاون دولي يعني للمسابر فعلا مشتركة بين الدول حتى كمان يكتشفوا عوالم الفضاء، وهل صارت تجربة ما بهذا المجال؟ بالفعل كلامك صحيح 100%. نعم هناك تكاليف باهظة، لكن أيضا المردود كبير. لكن بسبب هالتكاليف الباهظة زينب ما عاد صار شيء عنا اسمه دولة تطلق مسبارة إلا نادرا، مسابر الرخيصة اللي لأماكن قريبة. اليوم هناك اتفاق عالمي أن الفضاء ملك للجميع، هذا دعا الدول أن يكون العمليات وأخيرا اتفقوا. تماما اتفقوا، لكن اتفقوا بسبب الضغط المادي. ورغم هذا الاتفاق على فكرة في أجزاء من الخلاف، بالتالي صار المسابر لا مو ملك للدولة، المسابر تطلقها مجموعة دول، مثلا دول الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع روسيا مع اليابان فرضا، مثل مثلا محطة الفضاء الدولية اللي فيها أكثر من 10 دول. فإذا صار المسابر لا عمليات تعاون. آخر وأهم مسبار اليوم هو مسبار مارس إكسبريس اللي هو اتجه باتجاه كوكب المريخ، هو تعاون ما بين وكالة الفضاء الأوروبية إيسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. روسكوسموس بقدرتها الصاروخية القوية جدا راح توصل مسبار الأوروبي إلى كوكب المريخ وينزل بسلام على كوكب المريخ. بالمقابل القمر الصناعي الأمريكي اللي عم يدور حول كوكب المريخ راح يستقبل المعلومات يرسلها للأرض. إذا تعاون دولي. نعم هناك تشابك في علوم الفضاء والفلك بين الدول، لا يمكن بقى اليوم لدولة تتحمل التكاليف الباهظة مثل ما تفضلتي للمسابر، فعم يكون الأمثل والأكثر جدوى أنه يطلق المسبار بين عدة دول. نحط خلافاتنا السياسية على الأرض على جنب ونتفق بالفضاء، وخاصة اليوم نحن على أبواب قانون جديد للفضاء واستخدام الفضاء بالطريقة السلمية، يعني في ضغط بعدة دول أنه يكون في استخدام سليم للفضاء. وعلى فكرة فرح وزينب مو بس الدول المتقدمة إلى دور بهي التكنولوجيا، لا حتى نحن كدول عم تتطور بعلوم الفضاء والفلك بيكون عندنا نحن ترددات للأقمار الصناعية أو للمسابر الفضائية. نحن بنلقط صور كاسيني بنطلع عليها، بنلقط مثلا صور كانت لنيو هورايزنز بنطلع عليها، يعني المعلومات هي open source مفتوحة للجميع، وكل إنسان عنده مجال علمي أو عنده خبرات علمية ويستطيع مشاركة هذه المعلومات عم يشاركها ويعطي رأيه ويحلل، لأنه ما حيلحقوا وكالات الفضاء تحليل كم المعلومات. مئات آلاف الصور بتصل من المسابر، إذا بدهم يعدوا وكالات فضاء بس يحللوا الصور كارثة. فبيستعينوا بالناس والهواة بكل أنحاء العالم ليساعدون على اختيار الصور الغريبة، الصور اللي فيها شيء ما لازم تحليله، وبيبلشوا بقى يفكروا فيه. مثلا اكتشفوا بأحد الصور من نيو هورايزنز يلي وصلت لمسبار نيو هورايزنز يلي وصل للكوكب القزم بلوتو بعض المواد المشعة، فصار في حيرة عند العلماء. بعد دراستها تبين أنه كوكب القزم بلوتو يطفو على كم هائل من الطاقة المشعة الطاقة النووية، بس إن شاء الله ما يبعثوا هيئة الطاقة الذرية للكشف على كوكب بلوتو. فإذا تبين أنه يمتلك كم هائل من المواد المشعة. كيف عرفوا؟ من خلال الصور اللي بعثتها نيو هورايزنز. أحسن وأروع مركبة هي روزيتا يلي نزلت على مذنب، هذه المركبة أرسلت هذا المسبار يلي اكتشف أن الماء على الأرض أصل المذنبات أو الكويكبات، يعني حل المعضلة. المعضلة دائما نحن بنحتار فيها، أصل الماء على الأرض من وين إجا هالماء على الأرض؟ اليوم بفضل مسبار فضائي صار عندنا الجواب، الماء على الأرض هو عبارة عن بقايا مذنبات وكويكبات اصطدمت فيما مضى بالأرض. طيب شو عرفنا؟ هبط هذا المسبار على مذنب وحفر بالمذنب واطلع منه أجزاء حللها وأرسل البيانات إلى الأرض. اليوم بخبركم بالصباحي عن المسبار لناسا أهميته أنه حيرجع للأرض، وأيضا بالتعاون بين وكالات عدة وكالات فضاء، يعني رح يجيب قطعة من هذا الكويكب ويعود بها إلى الأرض. قديش بده المسبار وقت رحلته؟
مثلا ناسا بيصل سنه روحه وسنتين رجعه، هذا القريب لانه على كويكب قريب بين المريخ والمشتري، لكن مثلا على نيو هورايزنز اخذ 9 سنين، نيو هورايزنز 9 سنين، روزيتا 11 سنه، على المريخ حوالي 6 شهور، على المشتري مثلا حوالي 2 أو 3 سنين، على زحل حوالي 8 سنين، يعني حسب بعد الكوكب وقربه من الارض، لكن وسط ايام نحن بنحكي بالمسابر تاخذ بالسنوات، لا يمكن للمسابر انه تنقل انسان، لا، المسابر برجع باكد انه هي مرسال، هي جزء، هي تكنولوجيا بشريه ارسلت لاستكشاف اماكن غامضه، انا ما فيني مثلا اروح على القمر لو ما ارسلت المسابر الى القمر، انا لحتى اضمن انه الانسان ممكن يصل للقمر بدي ابعث مسبار يدرس لي طبيعه القمر، هل قادر القمر على استقبال بشريه؟ هل هناك اماكن ممكن ينزل فيها الانسان؟ لما اعطانا الاوكي المسبار الفضائي قبل عام 1969 قبل هبوط نيل أرمسترونغ عطوا الأوكي للبشرية، نعم القمر صالح لهبوط الإنسان، أرسل الإنسان إلى القمر. اليوم كريوسيتي، أوبورتيونيتي، باس فايندر، هدول السيارات المسابر الفضائية على المريخ أيضا عطوني الأوكي أن المريخ قابل على استقبال الإنسان على سطحه. هلا صار عندي الاوكي انه فيني انا ارسل انسان بيبقى الدعم اللوجستي، وهكذا لباقي الكواكب. وقريبا قريبا يعني بالمنظور الفلكي الى الكواكب خارج مجموعتنا الشمسيه ايضا. نحن لحتى نستكشف هاي الاماكن ما فينا نبعث انسان، فبنبعث المسبار الفضائي لحتى يستكشف لنا اياها ويشوف يا ترى هل هناك اخرين. تخيلوا فرح زينب، حتى المسبار الفضائي يستفاد منه كرسائل، يعني تذكروا لما نحن نتفرج على افلام اطفال والجزيره المفقوده ويحط بالزجاجه رساله ويزتها بالبحر، هيك الانسان عم يعمل بالفضاء، بس بدل الزجاجه عم يستخدم الفضاء او المسبار الفضائي، عم يحط فيها اسطوانات ليزريه مثل السيديات لكن من الذهب مشان ما تتحلل مع الزمن، يرسم عليها عن طريق ذره الهيدروجين اين هي الارض، اين هي مجموعتنا الشمسيه، من هو ذلك الكائن الذي اطلق هذا المسبار الى الفضاء، وكيف يمكن التواصل معه، باي اشعه وباي امواج. فاذا اصبح المسبار مو بس للاستكشاف، ايضا رساله، عسى ان يكون هناك اخرين ويستقبلوا هذا المسبار ويقروا الرسالة، ممكن إما ينقذونا من مشاكلنا أو يساعدونا أو يقدموا لنا تكنولوجيا أو إلى آخره. نعم، يعني دائما عم نشوف هذا السعي دائما من قبل العلماء وحتى المبالغ مثل ما تفضلت وحكيت الباهظة، بس أدي بتشوف أنه فعلا فهم الفضاء ونجاح هي البعثات والاستكشافات هو له علاقة يمكن كتير كبيرة أيضا بفهم الحياة على الأرض، يعني علاقة متبادلة خلينا نقول 100% يا فرح 100%. اليوم نحن ما فينا نعيش بدون هالمسابر، ما فينا نعيش بدون استكشاف الفضاء بكل بساطة. اليوم موبايلاتنا اللي بإيدنا، اليوم عم يشوفونا الجمهور عن طريق الأقمار الصناعية، إذن علوم الفضاء والفلك، اليوم التكنولوجيا البشرية هي نتاج علوم الفضاء والفلك، اليوم القوة والإرادة موجودة بالفضاء والفلك، القوي بالفضاء قوي على الأرض، من يملك القدرة على إيصال أقماره الصناعية وتكنولوجيته إلى الفضاء هو من الدول المتقدمة على الأرض، فإذا اليوم في ترابط ما بين تكنولوجيا الفضاء والحياة على الأرض، أنا لحتى أطور حياتي على الأرض، شوف تقنيات جديدة، شوف مصادر طاقة جديدة، ما عاد عندي مكان غير الفضاء، لأنه أنا استهلكت طاقتي على الأرض، عندي طاقة على الأرض اسمها الوقود الأحفوري، النفط والغاز إلى آخره، طيب أنا استهلكتها، أنا وصلت لمرحلة رح تنضب هاي الطاقة، طيب وين البديل؟ البديل هو الفضاء، البديل هو الطاقة الشمسية، البديل هو ما تمتلكه الكواكب من ميزات، فإذا أنا بحاجة ماسة إلى استكشاف الفضاء لاستمرار الحياة على الأرض، فإذا أنا وقفت استكشاف الفضاء صدقوني رح توقف الحياة تماما على الأرض، لن تستمر لأن الأرض خلصت، فأنا لحتى أمن لهذا الإنسان طاقة بديلة والإنسان عم يزداد بكميات هائلة على الأرض، فبالتالي أنا بحاجة لأمن له هالشي من الفضاء. فكتير اليوم مهم نحن نستكشف الفضاء بشكل مدروس بشكل متعاون مع الدول الأخرى، يعني يكون في تعاون كامل، وهذا الشيء موجود الحمد لله، وأن يكون المعلومات للجميع، يعني الفضاء ليس ملك لأحد، مثل ما أول شيء صار في خلاف أنه القمر لأمريكا لأنه نزلت عليه أول شيء والكوكب الفلاني أنا ما بعرف مين، هذا الشيء كله التغى. الفضاء ليس ملك لأحد، الفضاء الخارجي هو ملك للجميع، وكل أجرام المجموعة الشمسية والأجرام خارج المجموعة الشمسية هي ملك للكون، فهي ملك للجميع والحق من يحق للجميع استثمارها والاستفادة منها. عشان هيك عم يكون هلأ صار في تعاون بالفضاء والفلك، وبرجع بأكد أنه نحن أهمية معرفة حياتنا على الأرض كيف تشكلت كيف تستمر شو احتياجاتها هي من خلال دراسة علوم الفضاء والفلك. على سبيل المثال حكينا عن مسبار هويجنز يلي 15 أيلول رح يودعنا، هويجنز
أعطانا صورة عن الأرض قبل 4500 مليون سنة. فرح زينب ما كان عندنا أي إمكانية لنفهم كيف كانت الأرض قبل 4500 مليون سنة، ما كان حدا عايش على الأرض ليحكي لنا ويروي لنا قصة نشأة الأرض. هويجنز يلي كان على تيتان، تيتان يشابه الأرض قبل 4500 مليون سنة، فهويجنز درس لنا كيف عم يتشكل غلاف جوي لتيتان، كيف عم يتشكل طبيعة لتيتان، كيف عم يصير عنده أمطار بتيتان، كيف عم تتشكل تضاريس لتيتان، وارسل لنا المعلومات كأنه عم نشوف فيلم فيديو للأرض قبل 4500 مليون سنة. وتكفي هذه إحدى الرسائل المهمة جدا لمعرفة أهمية علوم الفضاء والفلك ومعرفة تاريخ أرضنا. أنا هون عرفت كيف تاريخ أرضي، كيف نشأ غلافي الجوي، كيف نشأت الطبيعة على الأرض، وبالتالي صار عندي فهم أفضل للحفاظ على هذه الطبيعة، لمجابهة أي شيء يؤثر على البيئة، ولاستمرار مساعدة البيئة على ترميم نفسها، سواء ثقب الأوزون، الغلاف الجوي إلى آخره. هي كلها مشاكل تتعرض إلى الأرض. أنا لحتى أفهم أكثر عن معالجة هذه المشاكل علي دراسة أمثلة، وتيتان هو أحد الأمثلة المهمة جدا يلي أتاح للبشرية أنه تفهم تماما كيف تتشكل الغلاف الجوي. مثال آخر، المريخ. اليوم نحن أيضا برجع بقول أنه عدد السكان الكبير خلى الأرض لا تتسع لكل المحاصيل الزراعية. اليوم بالفعل يفكر بالمريخ لأن يكون المزرعة الخلفية للأرض. أنا ما عاد في داعي بأزرع الأرض، بخلي الأرض للسكن وبخلي المريخ كحقل زراعي بزرع فيه محصولات الزراعية، لأن تربة الأرض غنية، تربة المريخ غنية جدا بأكسيد الحديد الصالح للزراعة، فبالتالي بزرع محاصيلي على المريخ وبجيبها. منصير نلاقي محلات دائما بقول إنه بطاطا خلينا نتخيل بكرة إنه بدنا نجيب. بالفعل هذا الشيء اللي عم يتوجه إله العلم، يعني نحن عم نتخيل هلا حاليا، لكن هذا الخيال اليوم هو واقع المستقبل القريب. فبالتالي هذا الشيء كثير العلماء عم يدرسوه لأنه مهم. آسف زينب تفضلي. لا بدنا نحكي هلا بالختام عن نشاط الجمعية الفلكية، في ظواهر جديدة ممكن نشهدها بآخر هالسنة؟ تمام. هلا نحن دائما عندنا نشاط مستمر بالجمعية الفلكية السورية، ليالي رصد فلكية مستمرة، حتى لو بلشت المدارس لا عم نتجه لأيام الجمعة والخميس أن نعمل ليالي رصد فلكية. بالفعل أول شيء عندنا قبل ما أنسى 17 18 20 ثاني هو هطل شهابي آخر بيشبه الهطل الشهابي اللي حدث 11 12 آب، لكن للأسف الشديد بيكون في ممكن غيوم وبلش الخريف فبالتالي صعب رصده. امبارح تحديدا كان في ظاهره فلكيه او حدث فلكي مهم جدا، شكرا لك زينب ذكرتيني فيه، حدث انفجار على سطح الشمس قوي جدا. لو هذا الانفجار لو وصل الى الارض ودخل مع الارض ما كنا اليوم عم نعمل لقاء فضائي، كان احترقوا الاقمار الصناعيه جميعا. الحمد لله على السلامه. اي والله بدها شاءت الصدف ان ينحرف هذا الانفجار ويمس مساس خفيف بالارض، وسبب تعطل معظم الأقمار الصناعية بالاتجاه الجنوبي من الكرة الأرضية وانقطاع الاتصالات فيها لمدة ساعات، ومرت بسلام هذا الانفجار الشمسي. هذا الثاني انفجار شمسي ضخم. هلأ بيني وبينكم ما تقولوا لحدا، رح نشعر بهالثلاث أيام القادمة بارتفاع حرارات بالنهار سبب تأثير هذا الانفجار الشمسي، يعني صار في احتكاك ما بين الرياح الشمسية والغلاف الجوي، رفع درجة حرارة الأرض أجزاء مئوية بسيطة، يعني درجة أو درجتين على معدلاتها، لكن الحمد لله يلي ما واجهنا هذا الانفجار الشمسي. المشكلة وين زينب فرح؟ أنه نحن ما قدرنا نتنبأ بالانفجار الشمسي، ولا دولة قدرت تتنبأ. صار فجأة. فجأة. السبب أنه قبل منه تمام حدث انفجار عطل الأقمار الصناعية التي تدور حول الشمس. حدث هذاك تعطل الأقمار الصناعية، ما لحقوا العلماء يصلحوها، كان الانفجار الثاني حادث. اليوم العلماء عم يترقبوا لا سمح الله ان تكون الشمس رجعت لنشاطها وبالتالي ارسلت رياح شمسيه جديده، وهذا ممكن يسبب خطوره على الاقمار الصناعيه العامله بالغلاف الجوي. نعم اكيد. نتشكر وجودك معنا لليوم وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، يعني دائما في نشاط صباحي مع حضرتك دكتور، ودائما في معلومات جديده، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. يسعد صباحك فرح زينب، صباح الخير. شكرا لك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك يا زينب. اما هلا مشاهدينا